عرس مشؤوم خطف أرواح أكثر من 115 شخصاً بالإضافة إلى 200 مصاب تنوعت إصاباتهم بين حرق واختناق ودهس، ونصف هذا العدد هم في وضع حرج للغاية. حنين وريفان عروسان تحولت فرحة عمرهما إلى كارثة وكابوس لا ينساه التاريخ ولا العراقيين طبعاً، بعد احتراق صالة زفافهما التي أكلت الأخضر واليابس. مشاهد قاسية والأكثر رواجاً تناقلتها المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام، وتظهر الزوجان وهما منهاران تماماً وفي حالة صدمة كبيرة وحزن عميق وذهول ووضع يرثى له أمام توابيت الضحايا. كي ننال المكان الحسن في المتكئ الأخير، فلنبارك اسم الرب إلهنا ونقدم له الشكر في جميع أوقاتنا. فهو اللقطات هذه رصدت أثناء مراسيم تشيع ضحايا عرس الموت أو فاجعة عرس الحمدانية من مقبرة بغداد في مشهد مليء بالدموع والأسى أبكى الملايين، أحدث ضجة واسعة. وزارة الداخلية من جهتها أعلنت عن إلقاء القبض على 14 متهما من بينهم 10 عمال وثلاثة متورطين بإشعال الألعاب النارية خلال الحادث. أما عن صاحب القاعة فهو الآخر ألقي القبض عليه بعد أن سلمته سلطات إقليم كردستان إلى بغداد. كومنتات كثيرة في السوشيال ميديا تفاعلت مع فاجعة عرس الحمدانية، لنقرأ لكم ما جاء فيها ونبدأ مع مروة. تقول مروة في تعليقها: العرسان كسروا خاطري خطيب بأسعد يوم حياتهم، صارت فاجعة، الله يصبر قلوبكم، وكل كلمات الحزن والألم لن تخفف عن حجم هذا الوجع، خلص التعازي لذوي الضحايا. أيضا تعليق من عاشق آل الصدر: لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربي يرحمهم ويدخلهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. تعليق من ستيفن نبيل أيضا، تعليق يقول فيه: كابوس لازم ما يصير بالحقيقة لكن صار، لأن الدم عراقي رخيص بسبب الجشع والفساد وسوء التخطيط والإدارة بغداد المنكوبة، ونينوى والعراق الحزين كله يترحم على أرواح الأبرياء المساكين.